في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة ما تعلق منا بالممارسات التجارية غير مشروعة لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العمومية. وبناء على معلومات مؤكدة تحصلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة عن وجود مستودع بإقليم اختصاص في غرفة تبريد غير مصرح بها مخصصة لتخزين اللحوم بطريقة غير مشروعة، وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة ومديرية الفلاحة لولاية ورقلة، قامت عناصرنا بمداهمة وتفتيش المستودع، أين تم العثور على كمية معتبرة من مختلف اللحوم الحمراء والبيضاء. بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري. على إثرها تم حجز البضاعة سالفة الذكر مع إعداد ملف قضائي ضد المعني وتقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة من أجل حيازة وتخزين لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري، عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة لسجل تجاري دون رخصة.